مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا مع هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج الذي نقدمه لحضراتكم. ابتداء من هذه الحلقة سنبدأ معا تقديم هذه الندوات ضمن على بساط البحث. سنحاول أن نتحدث في كل ندوة عن موضوع أو مشكلة معينة معظمنا يتعرض لها. القضية التي نطرحها اليوم على بساط البحث هي قضية كيف يواجه خريج الثانوية العامة المستقبل. معنا من الضيوف الأخ موسى جعفر مدير عام البعثات، خالد صالح خريج ثانوية عامة، الأخ عبد الله المشهور خريج جامعي. نرحب أولا بضيوفنا الكرام معنا، أهلا بكم.